النهاردة هنتكلم عن الفنان الكبير هاني شاكر، رائد الموسيقى العربية. الفنان هاني شاكر فنان كبير جدا طبعا. هو من مواليد 21 ديسمبر سنة 1952، اتجوز من نهلة توفيق سنة 1982، اتولد في القاهرة. اسم والده عبد العزيز شاكر، كان موظف في مصلحة الضرائب، وتوفى والده عام 1970. الفنان هاني شاكر بدأ حياته الفنية وهو صغير جدا، وأول ظهور ليه كان في فيلم سيد درويش، كان هو بيقوم بدور سيد درويش. هاني شاكر بيعتبر من عمالقة الفن العربي أو الغناء العربي، زي عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب. طبعا هاني شاكر عبر بأغانيه عن الرومانسية بطريقة جذبت كل الشعب وكل الوطن العربي. هاني شاكر عنده ولد وبنت بس. من فترة قليلة كده عمل فرح وابنه، وبنته توفت بمرض السرطان. هاني شاكر طبعا لو قعدنا نتكلم عليه حلقات طويلة ومش هيكفي كلام عنه، لأنه فنان كبير وعظيم ومحترم وكل الصفات الكويسة فيه. فنان وقور وفنان محترم وفنان كبير وعظيم. وعمرنا ما سمعنا عن الفنان هاني شاكر اي حاجة خالص. الفنان هاني شاكر لنا عند هنتكلم عليه في حلقات متعددة، وهنقول تفاصيل حياته، وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي انا هنزل لكم صور من قصر هاني شاكر اللي هو بيعيش فيه، وهنزل لكم كمان حاجات عن والده وعن والدته وعن مراته وعن بنته الله يرحمها وعن ابنه وجواز ابنه. هنزل لكم صور فرح ابنه، وهنزل لكم كمان صور معاه مع حفيده واحفاده من ابنه. الفنان هاني شاكر مش يعني انا مش قادرة اعبر واتكلم عنه، طبعا مهما اتكلمت عنه مش هقدر اديله حقه في الكلام، لانه فنان محترم جدا زي ما قلت، وفنان كبير. لنا حلقات جاية ان شاء الله عنه، وهنزل لكم صور جميلة جدا اول مرة تشوفوها للفنان هاني شاكر في بيته مع اهله، وصور ليه مع والدته وعن حياته مع والدته. والدته كانت بتعمل ايه معاه وهو بيذاكر في الثانوية العامة. هنزل لكم حاجات كتيرة جدا. لو عايزين تفاصيل اكتر وفيديوهات اكتر عن الفنان هاني شاكر وعلى اي فنان انتوا تحبوا تسمعوا عنه حاجات انتوا ما سمعتهاش قبل كده عن حياته وقصصهم، اكتبوا لي في التعليقات واعملوا لي لايك كتير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وشكرا لكم.